أولا السلام عليكم، شكرا على هذه الدعوة. تدخل تبون منذ يومين في التلفزيون الرسمي، والذي بثته عدة قنوات خاصة، في رأيي لم يكن موفقا. أولا لأنه لم يكن موفقا لا من ناحية الموضوع ولا من ناحية الشكل ولا من ناحية الإخراج الصحفي، حيث يعني شاهدنا أنه كان هناك يعني مجموعة من الصحفيين أو 3 صحفيين يمثلون 3 جرائد، يعني جريدة الحياة التي أولا أنا لم أرى أي جزائري في حياتي يقرأها أو يشتريها في الجزائر، والتي يديرها المدعو هابت حناشي، جريدة الخبر التي عرفت يعني تغير كبير في خطها الرئيس منذ 6 أشهر، وإزاحة سعد بوعقبة من عموده المعروف في جريدة الخبر، وكذلك السيد محمد يعقوبي مدير جريدة الحوار وقناة الحوار الإعلامية عبر الإنترنت. يعني الأسئلة التي كنا ننتظرها كجزائريين أن تطرح على تبون لم تطرح عليه، لم تطرح عليه أسئلة مثلا حول الحرية السياسية، لم تطرح عليه أسئلة حول السجناء السياسيين، لم تطرح عليه أسئلة تقنية حول الإعانات التي سوف تقدمها الدولة للجزائريين. مثلا على سبيل المثال، عندما طرح عليه سؤال ما هي كيف ستساعد الدولة أو كيف تساعد سوف تساعد الحكومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال سوف نساعدها سوف نساعدها، وقررت الحكومة أنها تكون بجانب هذه المؤسسات. ولكن تقنيا كيف، يعني إذا كان الصحفي الذي هو يعني أمام تبون صحفي بالفعل بمعنى أتم الكلمة وصحفي محترف، يعني يعيد السؤال كيف سوف تساعدون هذه المؤسسات، ما هي أو كما يقال باللغة الأجنبية سي كوا لي ميزور تكنيك بريسيز افيك لكيل فو زالي ايدي سي زونتربريز. يعني الصحفيين يعني لم يردوا على مثل هذه الأسئلة، يعني لم يكن عندهم تفاعل مع تبون، علما أن تبون كان يرد بكلام فضفاض، كلام عام بمستوى رديء جدا. نحن نفهم أنه في مثل هذه الحوارات في داخل نظام شمولي كالنظام الجزائري تحضر الأسئلة وتحضر حتى الأجوبة، لكن يعني كصحفي يجب أن يكون عندك يعني نوع من المقدار من الحرية أنك تحاول ترد على هذا التبون وتحاول تعرف ما هي الإجابة الصحيحة. عندما تكون صحفي في الجزائر اليوم ولا تطرح سؤال على التبون حول سجن الصحفيين وآخرهم السيد خالد راني والسي مراكشي، عندما تكون صحفي ولا تطرح سؤال حول الحريات السياسية، إنه العشرات والمئات من المناضلين السياسيين اليوم تطالهم المتابعات القضائية، سواء هم تحت السجن المؤقت أو الرقابة القضائية أو محكوم عليهم بالسجن من أجل آرائهم السياسية، ولا تطرح مثل هذه الأسئلة على تبون، علما أن السيد يعقوبي طرح سؤال حول الإصلاحات السياسية، ولا نستطيع أن نتكلم عن إصلاحات سياسية. نعم استاذ يحيى مخيوبه، بما اننا نتكلم على الجانب الاعلامي قاطعك، حاب نزيد لك واحد السؤال. شفنا ايضا بعض القنوات المعروفه اللي كان دائما الى جانب النظام ولكن شفناها كانت غايبه، مثلا عطوا المثال تاع قناه النهار وقناه الشروق وقناه البلاد ايضا، لماذا كانت غايبه في هذه الندوه الصحفيه؟ اولا ان هما فهموا انه هي من يعني من الاحتراف، من الاحتراف، لا من الاحتراف في هذا النوع من المراحل الصعبة التي تعيشها البلاد والتي يعيشها العالم، يكون صحفي واحد. مثلا في أمريكا تروح سي بي اس او سي ان ان، عندما يريدون ان يحاوروا الرئيس الأمريكي كاين صحفي واحد، او حتى في البي بي سي وتكون الحصة فيها 30 حتى 40 دقيقة وتطرح عليه الأسئلة المباشرة، يعني الرئيس يخرج من تلك الحصة يخرج هو عرقان. ولكن في الجزائر هذا ما هوش حوار صحفي، هذا مونولوج، يعني نعطي تبون الفرصة يقول ما يريده، علما أن الصحافة ليست هنا كي تعطي الفرصة للمتابعين
السياسي سواء كان تبون او غير تبون ان يقول ما يريده. الصحافه هنا لكي تسمع من السياسي ما تريده، وكي تسمع من السياسي ما يريد سماعه الشارع. يعني لم نطمئن الشارع الجزائري بعد هذا الحصه. يعني اذا خلينا الجانب السياسي وجانب الحريه السياسيه من جهه، نتكلم على الازمه اللي راهي تعيشها الجزائر، ازمه فيروس كورونا. يعني هل ترى الجزائري والجزائريه بعد هذه الحصه خرج مطمئن النفس؟ ابدا. رانا شفنا مثلا الدكتور بن جاب الله في التصريح اللي داره البارح في جريده الشروق اونلاين، يقول انه تسيير الدوله اللي ظاهره فيروس كورونا في الجزائر تسيير كارثي، وانه المنح التصاعدي للفيروس في الجزائر يشابه المنح التصاعدي للفيروس في ايطاليا. يعني انا كجزائري سواء كنت في المعارضه او غير المعارضه، في هذه الاوقات استمع لاهل العلم، اهل العلم يقولون كلام خطير. يا هل ترى بعد هذه الحصه اهل السياسه او من هم متسلطون علينا في السياسه من امثال تبون وغيره يعني استطاعوا ان يطمئنوا الشعب الجزائري؟ ابدا. يعني كلام فضفاض. سوف نساعد مؤسسات، سوف تكون مساعدة للشعب، الدولة واقفة، كلام فضفاض، كلام عام. ولكن عندما نذهب إلى الميدان وإلى إلى 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 ما يعيشه الجزائريين والذي نراه يوميا في وسائل الاتصال الاجتماعي، تصلنا العشرات والمئات من الفيديوهات من البوليدة ومن غير البوليدة، من المستشفيات ومن الشوارع، ما يظهر أن هذه الدولة ليست واقفة، أن هذه الدولة لا تسيطر على أي وضع، وأن هذه الدولة اليوم يعني في حالة هشاشة كبيرة. والدليل على ذلك التصريح الأخير للسيد جراد عندما زار مستشفى مصطفى باشا، وقال أنه سوف اليوم سوف نتكل أو سوف نعمل مع اللجان الشعبية في الأحياء وفي القرى وفي المدن. هذا اعتراف من جراد والدولة أنه المجتمع المدني التي بناه التوفيق والديارس منذ 30 سنة انهار، وليس مجتمع مدني وليس له أي مصداقية. أتكلم عن اتحاد العام العمال الجزائريين، اتحاد الطلبة والهلال الأحمر، وكذلك اعتراف أنه الجماعات المحلية من بلديات من مجالس شعبية وولائية منهارة وليس لها أي مصداقية. اليوم لم أرى أي رئيس بلدية في البوليدة وغير البوليدة خرج للشارع مع منتخبين بلديين، أو أي رئيس مجلس شعبي ولائي مع المنتخبين الولائيين كي يعني يقوموا بدورهم التحسيسي والمساعدة في هذه الظروف الصعبة. أين هي المجالس المنتخبة التي صرفنا عليها الملايير في العمليات الانتخابية وفي الحملات الانتخابية وفي تسييرها وفي شهرياتها وفي سياراتها وفي مكاتبها؟ أين هي اليوم؟ اليوم نرى شباب الحراك في مختلف الولايات، نرى شباب الحراك والشباب الذي لم يكن في الحراك كذلك، يعني الشباب الذي هو مستقل على الأجهزة الرسمية هو من يقوم بالدور. هناك مثلا في العاصمة مثلا هناك جمعيات تسمى بأبناء المساجد، يعني ولو أبناء المساجد هما اللي يقوموا بالدور الاجتماعي في في في, في الأحياء الشعبية. يعني أنا هذا تحليل ولا أتمنى، يعني إن وصل هذا الفيروس بهذا المنحى، أظن أنه بعد 3 أسابيع 4 أسابيع لا بعيد الشر سوف نشاهد حالة شبه انهيار لمكونات الدولة، لأنه لا تبون ولا جراد ولا ولاة الجمهورية ولا رؤساء الدائرات يعني لهم الكفاءة والقدرة على مواجهة مثل هذه الحالات. والدليل أنه في زمن الوباء يذهب الأمين العام لوزارة الدفاع واللي هو اليوم بمثابة وزير الدفاع، هو من يسير وزارة الدفاع، يذهب إلى إجراء عملية في جنيف ولا يريد الدخول إلى الجزائر. يعني فكرني في هذاك الفيلم تاع أبو بكر نطلع العاصمة وحاب يرجع للدوار، يقول وليدو ندولو للدوار، وليدو يقول ما نوليش ما نرجعش للدوار، هكذا قالوا له روح لبلادك، ويقول أنا ما نروحش الجزائر حتى خرجوها له في الخيبين دو جنيف، بعدوه إيلايتي سومي دو غونتخي شيني. يعني أمين عام وزارة الدفاع ما يحبش يرجع للجزائر، خايف على روحه في هذه الظروف، وتجي يقول لي هذا تبون تقول لك الوضع تحت السيطره، مستحيل. حبيبي عشنا نوليك الاستاذ يحيى مخيوبه، قبل ما نروح الى نقاط اخرى، بما انك برك استاذ يحيى اكتيف الميكرو تاعك راهو حابس.
اوكي صديقي، قبل ما نروح الى نقاط اخرى، كان واحد التعليق ايضا حابين نخليك ايضا تعلق عليه، واللي قال بلي انكم انتم المعارضه اللي راكم في الخارج ما قدمتوا اي حلول للازمه، انكم تعرفوا غير تهضروا، وملي تموضوا انتم تعلقوا على واش راهو يحدث في الجزائر، قال لكم علاش ما تقدموش حلول للجزائريين. اوكي اولا برك المعلومه اللي قالها الاستاذ الحبيب عشي على السي كريم طابو، انا متواصل مع المحامي تاعو، احد المحامي الاستاذ عبد الغني بادي، والبارح الهيئه الدفاعيه تاعو قرروا انهم يتراجعوا على قرار طعن بالنقد امام المحكمه العليا باش يخليو السي كريم طابو يستفاد من هذا العفو. سياسيا هيئه الدفاع ولا كريم طابو لا يرجون العفو من تبون، لان طابو لم يقم باي جريمه ضد الدوله ولا اي جريمه ضد المجتمع الجزائري حتى يرجع العفو، لكن ظروفه الصحيه وظروف كورونا تستدعي ان فريق الدفاع يكون اكثر حكمه، وهذا ما فعلوه البارحه، ان شاء الله يخرج في الايام المقبله. اولا انت تكلمت على قرار توقيف في الحراك، الناس اللي عندهم مصداقيه في الحيران، وبعض يعني ما نقولش كامل الناس، ولكن بعض الناس مسموعه في الحيران، اجتمعت يوم 15 مارس، الجمعه 15 مارس، وسي محمد بن عيسى يقدر يجي، اجتمعت وخرجت قرار وتدعو فيه الحراك الى الامتثال الى الحجر الصحي قبل ان يتكلم تبون. تبون تكلم يوم 18، يوم 15 مارس الجزائريين والجزائريات اللي عندهم مسؤوليه في هذا الحراك واللي صوتهم نوعا ما مسموع في في في, في الحراك داروا فيديوهات وخرجوا بقرار جماعي انه يدعو الشعب الجزائري والشباب انهم يلتزموا بيوتهم، يعني الحراك حراك مسؤول. والحمد لله في اول جمعه بعد ذلك بعد تلك الدعوه في جمعه 20 مارس شهدنا في الجزائر العاصمة وفي كل المدن الجزائرية انضباط كبير لدى الجزائريين والجزائريات الذين هم منخرطون في الحراك المبارك منذ أكثر من سنة. ثانيا العفو الرئاسي، العفو الرئاسي الأمين العام للأمم المتحدة هو اللي دعا شخصيا الحكومات والدول أنها تخرج المسجونين اللي ما كانش داعي أنهم يريحوا في السجن، لأن هناك ظروف استثنائية تعيض اكسبسيونال للظرف، وراني نتكلم تحت يعني المراقبه تاع السي حبيب عشي، لا راني غلط يصحح لي، للظرف الاستثنائي قرارات استثنائيه. عندما تقوم بعفو رئاسي تخرج الناس اللي في دروا كوما تاع ست شهور وتاع عام وعام ونص كما ما عارفين يديروا في 5 جويلية اول نوفمبر ولا في العيد الكبير، هذيك ظروف عاديه ودير عفو رئاسي عادي، ولكن الان نحن في ظروف سياسيه وظروف صحيه يعني استثنائيه، وكانت ولا زالت تستلزم قرار اخراج الناس بقرار استثنائي، حتى وان استندنا الى الدستور باش ما يخرجوش القانون، ونحن نعرف قيمه الدستور عند هذا الحكام، ولكن كان يجب ان يكون قرار استثنائي. يعني واش اللي يفسر ان ابراهيم دواجي ولا اخرين اللي راهم تحت ذمه التحقيق يقعدوا في السجن؟ واش هو الخطر اللي يديروا واحد كيما سليمان حميطوش ولا خالد درارني ولا سمير بالعربي كي تخرجوا من الحبس ويقعد تحت ذمة التحقيق ويروح يسني لك في الكوميسارية ولا في دار الشرع خطره في السمانه ولا خطره في 10 ايام؟ واش هو من الخطر اللي راح يسبوا على المجتمع خالد درارني سمير حميطوش وسمير بالعربي؟ ما كاين حتى خطر، هاد الناس مسالمين ما عندهمش حتى سوابق عدليه. يعني اذا السلطه لا تريد لهذا النشطاء ولهذا المناضلين ولهذا الصحفيين انهم يخرجون من السجن. السلطه لا تريد الهدنه، ونعاود نرجع لك في العفو الرئاسي، عندما اقترح النشطاء وطالب النشطاء المناضلين الحراك انه يلتزم الحجر الصحي ولا يخرج في الخرجات الشعبيه يوم الثلاثاء ويوم الجمعه ويوم السبت، طرحوا فكره، وانت تقول ان المعارضه لا تقتنع، طرحوا فكرة الهدنة الصحية، يعني أنه كل الاختلافات الجوهرية السياسية التي موجودة ما بين المعارضة والنظام حطوها أكوتي، حطوها جانبا، لأن الجزائر والعالم البشرية دخلت في فترة يعني في مرحلة استثنائية من الجانب الصحي،
إذا قلنا أن العمل السياسي أو حتى المعارضة السياسية يجب أن تكون مسؤولة في مثل هذه الظروف. ماذا قبلنا النظام؟ قبلنا بسجن صحفيين، سيد خالد راني سجن بعد 20 مارس، وسيد سمير بالعربي كذلك، طعن في قرار براءة سيد بوملا، وكذلك قابلنا باستدعاءات بالمئات في الولايات لكل النشطاء والمناضلين والطلبة، في خاصة في المدن الكبرى، سكيكدا، جيجا، العنابة، العاصمة، خنجلة، صقارة، صوارن، راحوا كونفوكاو كامل الناس حابين يعني يستغلوا هذه الفترة تاع دخول الحراك إلى البيت في يعني اجتنابا وحفاظا على سلامة الناس، باه يعني يحلوا مشاكلهم السياسية مع المناضلين ويخوفهم. هل من المسؤولية السياسية، هل من المسؤولية الأخلاقية أننا نسجن المناضلين السياسيين المسالمين والصحفيين في مثل هذه الفترات الوبائية؟ هل من المسؤولية أن لا نعطي جواب إيجابي لاقتراح هدنة سياسية صحية قامت بها المعارضة؟ وعندما أتكلم عن المعارضة لا أقول بالمعارضة بألف لام، ولكن خاصة المعارضة اللي هي خارج الوطن ويقال عليها أنها أكثر راديكالية. يعني كي تجيك هذه المعارضة الأكثر راديكالية تعطيك اقتراح كما هذا، أنت تقابله بالسجن تاع الناس، يعني وراها كيفاش تلوم الناس اللي هم المعارضين اليوم وتقولهم أنتم ما عندكمش اقتراحات، ما عندكمش مشروع؟ أنا ننقد تبون، ننقده، لأنه أولا انتقاد تبون عندي ما هوش رئيس شرعي، عندي أنا وعند الآلاف والملايين من الجزائريين. إذن ما بالك الدول الكبرى التي انتخبت رؤساء وزرائها، انتخبت رؤساء جمهوريات، يعني رأيت انتقدوا اليوم ترامب كي تشوف الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، يعني انتقادات لا ديعة، حتى البارح رجع للطريق وعنده حالة الوحدة الوطنية، لأنه ترامب عاود رجع لصوابه في قضية هذه كورونا اللي كان يقول عندها أسبوعين أنها ما كاش منها وأنها خرافة. في فرنسا الرئيس ماكرون ينتقد من السيد جونكو ميلانشو انتقاد لا داعي، ونحن نعلم أنه ميلانشو هو رئيس شرعي. في بريطانيا بوريس جونسون كذلك ينتقد انتقاد لا داعي من طرف حزب العمال البريطاني، علما أن جونسون انتخب في شهر جانفي، يعني أعاد تنظيم الانتخابات منذ 3 أشهر، يعني شرعي وجديد في الشرعي، يعني ما عندوش 4 سنين ولا 5 سنين. كيف يعني تحبون احنا كمعارضين يعني لا ننتقد هذا بتبون الذي لم ننتخبه والذي هو ناقص الشرعية، والذي تسيره لو كان يعني غير كان تسير إيجابي نقول له مليح. مثلا كان أي أشياء جيدة، مثلا القرار اللي داروا في الإعانات المادية للسلك الطبي والشبه الطبي شيء جيد شيء إيجابي. عندما فتحوا الطريق في بليدة منذ يومين لدخول المواد الغذائية والأساسية للبليدة شيء إيجابي. هناك أشياء إيجابية، ولكن نحن نلاحظ أن هذه السلطة ترد الفعل كلما وصلتها انتقادات يعني مسموعه عبر الفيديو او مكتوبه في الفيسبوك. يعني اصبح المعارضون اليوم يعني عبر الفيسبوك هم يوجهون السلطه ما يجب ان تفعله. عندما ترى خطاب او حوار تبون في التلفزيون الرسمي تستنتج منه كان كلمات جابها من الفيسبوك. يعني انا نحن نعرف انه السيد عبد اللطيف بالقائم هو اللي راه كونسي تاعو تاع لي ريزو سوسيو، على بالي بكراو ينتقدوا كل ما يقال في الفيسبوك. لهذا إذا أردنا أن ننقذ وطننا وشعبنا الجزائري في هذه الفترة يجب أن ننتقد السلطة في هذه المرحلة، ليس في الجانب السياسي. يعني مش نجي نقول يا تبون لازمك تستقيل ولازمك درنا مرحلة انتقالية ولا ماجستير سياسي، هذا مش وقت هذا الكلام، لكن يجب أن ننتقدهم في 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 انتقاد تصويبي. يعني عندما تكون نقائص واضحة ملموسة بالفيديوهات وبالشهادات في تسيير هذه أزمة كورونا يجب أن نقولها، لا يجب أن نسكت. يعني شفنا اليوم الأحزاب السياسية كلها راهي ساكتة، إذا نقول إحنا كامل نديروا نسكتوا كما الأحزاب السياسية نخلوهم يديروا البلاد الكارثة والهوية. الله مقدر. بما أنك تقول بلي إحنا لازم نتجنبوا الانتقاد السياسي، بما أنكم كحركة راشد هل تقوموا بمبادرة ضد فيروس كورونا في الجزائر لفائدة الشعب الجزائري؟ يعني ما تكلمش على صور الوطن. نعم نحن كان عندنا اجتماع البارحة، والمبادرة اللي واش قد نقدروا نقولوا يعني راح نستبق الأحداث. اليوم ما تقدرش تشري ماتريال ميديكال باش تبعته للبلاد، لأنه حتى الماتريال ميديكال غير متوفر هنا في فرنسا، في أوروبا ما كانش، حتى في الجزائر ما كانش، وحتى السلطات الأوروبية منعت تصدير المعدات الصحية لكل الدول منها الجزائر.
واش نقدروا نديروا حنا كجاليه جزائريه عايشين في اوروبا وفي امريكا الشماليه او حتى في اسيا والخليج؟ قادرين نضموا دراهم ونعطوهم للجمعيات، ناس الخير اللي راهم يديروا الخير في الاحياء وفي القرى، اللي ما يبانوش بزاف في التلفزيون، اللي ما راهمش في لي سيركي اوفيسيال تاع الدوله، نعاونوهم باش يديوا القفه ويديوا المؤونه ويديوا المعونه الماديه، ماشي غير الماكله. كاين ناس اللي عندهم لازم يشريوا دواء بما انه ما يقدرش يخرج يخدم كاين 80% من الجزائريين اليوم يخدموا بلا جورني باليوميه، يعني كي تحبسوا في الدار ما عندوش باش يجيب لا جورني تاعو، لازم نعطيه له باش يشري دواء لمرته، باش يشري دواء لروحه ولا ليمه، وزيد نعطيه له باه ياكل. انا ادعو وحركه رشيد قررت هذايا، وحركه رشيد يعني حركه من 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 من, 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 من كامل الجزائريين، يعني ماشي غير رشيد يدير، يعني كل الناس راه يدير هذا الفعل، وهي من مسؤوليتنا السياسيه والاخلاقيه ان نقوم بمثل هذا الفعل، ان نطموا الصوارد، نطموا الدراهم ونبعثوهم للجمعيات، نبعثوهم الناس اللي نعرفوهم ثقه باه يقوموا باعمال خيريه لهذا الشعب. لانه ايطاليا ونخدم بهذا دوله عظمى كايطاليا، الباه نقرا في جريده الغارديان يقولوا اذا كمل الحجر الصحي الاسبوع الايطاليين سوف يخرجون الى الشوارع في ازمه جوع، يعني ما بالك بالجزائر. اذا على الجزائريين والجزائريات اللي راهم في الجزائر اللي راهي عندهم يعني حاله ماديه ميسره واللي راهم في الخارج، يعني لو باني اوروبا احنا قيمناه يسوى ما بين 400,000 الى 500,000، بون باني اوروبا لي باني يعني قفه تاع 10 ايام لعائله تاع 4 او 5 اشخاص، يعني في اوروبا واحد من 25 اورو يقدر يتكفل بعائله مده 10 ايام او اسبوع. هذا ما سوف نطلقه عبر الفيسبوك، ونتمنى ان كل التنظيمات السياسيه الاخرى والجمعيه الجمعويه الاخرى باختلافاتها الايديولوجيه انها تقوم بمثل هذا العمل، لانه اليوم واجبنا كجزائريين ان نوقف مع شعبنا، لان الكل، اقول الكل، سوف يتخلى على هذا الشعب، بدايه من الجنرال ماجور الذي رفض البارحه العوده الى الجزائر واراد ان يقيم بسويسرا في هذه المرحله الصعبه. عيسى، نعود للاستاذ يحيى مخيوبه وقاسم سعيد، فكما نختم بهم. الاستاذ يحيى مخيوبه، ما هي رسالتك للناس راهي تشوف فيك؟ بما ان احنا في الجزائر مازال هناك بعض الشعب، بعض من الجزائريين ما راهمش واعيين بخطوره الفيروس، لان مازالهم يخرجون، مازالهم يروحوا للاسواق، مازالهم يروحوا يديروا لاشان، ما راهمش واعيين بخطوره هذا الفيروس. ما هي رسالتك استاذ يحيى مخيوبه باختصار؟ اولا لازم على الجزائريين والجزائريات يحترموا الحجر الصحي، ولكن من السهل ان من مكاني هذا نقول لازم يحترموا الحجر الصحي، لانه الاغلبيه تاع الناس لازم تخرج تخدم لا جورني باش تجيب القوت تاعها. لهذا يجب يعني وضع يعني اليات وميكانيزمات تاع المساعده وتاع التضامن الوطني بين الشعب الجزائري وبين الجمعيات المستقله على هذا النظام، لان يعني الجمعيات اللي خلقها هذا النظام كان 110 سونديميل اسوسياسيون تاع النظام عندها لاغريمون، ولكن اليوم الناس يشوفوا حتى 10 منها في الميدان. لازم الناس تحترم الحجر الصحي قدر المستطاع، اللي يخرج من بيت الا اللي يروح يقضي ولا اللي يروح يخدم على دارو، وتكون اون ديستونساسيون سوسيال يعني تباعد اجتماعي، يعني حتى كي نروح في العمل ولا نروح للسوق لازم نكون بعيد على خويا ولا اختي متر ونص، لانه ما كانش كمامات، ما كانش ديغون. لازم التباعد يعني الاقتراب في الاسواق وفي المخابز، وحتى الناس اللي راهي تسربي مثلا اللي راهي تقوم بتوزيع السميد والبطاطا لوجه الله، حتى لازم يلقاو اليه للتوزيع، ماشي تروح تحط كاميو وتسربي الشكاير تاع البطاطا من فوق البلاطو تاع الكاميو، والناس اللي من تحت الجمار وتبدا تضارب على الشكاير. هذا يعني بؤره من بؤر انتشار هذا الوباء. الحاله الاقتصاديه تاع الجزائر راهي صعبه جدا، اليوم البترول راه ب 14 دولار، يعني رانا خاسرين فيه ما بين 1 دولار للبرميل الى 6 دولار للبرميل. علما ويسمح لي السي حبيب، البيجي تاع الدوله اللي داروه في 2020 لا لوا فينونس القانون الماليه يقول لو بري دي ريفيرونس تاع لو باغيل اللي دو 60 دولار، يعني 60 دولار للبرميل. اليوم البرميل راهو ب 14 دولار، ب 60 دولار للبرميل كانوا قيموا عجز الميزانيه ب 4000 مليار دينار، اي ما يقارب عفوا 11 الى 9، ما يقارب 30 مليار اورو، يعني عجز، يعني الى راح سعر البترول الى 14 و15 دولار للبرميل مقارنه ب 60
كسعر تاع الإدارة في قانون المالية، يعني سوف ندخل في مرحلة عجز الميزانية العامة، يعني مرحلة صعبة، سوف يعني تتضاعف أرقام العجز إلى تصل إلى 9000 حتى 10000 مليار دينار، أو ما يقارب ب 60 مليار دولار. عندما يقول تبون أنه للجزائر مخزون 60 مليار دولار وإحنا رانا نجيب الماكلة إلا ب 9 مليار دولار، هنا السي تبون يكذب، سامحني على العبارة ولكن يكذب، لأنه الجزائر لا تستطيع أن تستورد إلا الأكل، لأن الجزائر تستورد الدواء، لأن الجزائر تستورد المعدات الصحية، لأن الجزائر تستورد الخدمات، الإنترنت الذي والمكالمات الهاتفية تاع جيزي وتاع نجمة مثلا أريد، هي مكالمات وإنترنت مستورد، كل الخدمات مستوردة، والتي تستوردها حتى مصالح الدولة الجزائرية. فالجزائر تستورد العتاد الفلاحي، الجزائر تستورد المعدات العسكرية والعتاد العسكري. يعني سوف نقرر أن في هذه 6 سنين اللي جايين نستورد إلى الأكل. ثانيا 60 مليار دولار والعجز على الميزانية، منين راح تغطي؟ منين؟ عندك خيارين، سواء تستعمل الدوفيز العملة الصعبة اللي راهي عندك ب 60 مليار دولار، ولا تروح تعيط للبنك المركزي الجزائري يبدا يطبع في الاوراق النقديه كما داروا في فنزويلا، ونعشوا ندو باكيه تاع دراهم باه نشرو خبزه ولا باه نشرو كيلو بطاطا. وهذه راه غالب حتميه. اذا اليوم الوقت يعني في الجانب الانساني، ولكن الجانب السياسي اليوم الوقت راهو في التضامن الوطني وفي الوحده الوطنيه. يجب عقد وطني سياسي يجمع كل الجزائريين حول مرحله سياسيه جزائريه يتكاتفوا فيها باه نواجهوا كلنا هذه المرحله. لكن اذا قرروا يكملوا كما قال السي عشي في الديني، انه يعتبر كل معارض هو مهبول، سوف نرى من هو المهبول، وسوف نرى من قد لا قدر الله يدخل الى مزبله التاريخ.